رح نحكي اليوم عن رياضة السباحة. كلنا بنعرف قد ايه لها فوائد عديدة، إن كانت على الناحية النفسية أو الجسدية، بتساهم بشكل كتير كبير بالحفاظ على جسم صحي ومثالي، ممكن تساهم بشكل كبير كمان بأنه تشفي من العديد من الأمراض، وأكيد الأمور النفسية اللي بتخفف من التوتر والطاقة السلبية. رح نحكي أكثر مشاهدينا عن هي الرياضة وتأثيرها اللي بيشمل كل أعضاء الجسم، تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا من الاستوديو، مدربة السباحة سنابل سلمان. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك سنابل. خلينا بداية نعرف المشاهدين أكثر عن رياضة السباحة. طبعا رياضة السباحة هي رياضة من الرياضات المائية، هي نشاط بدني بيعتمد على دفع الجسم بالماء باستخدام الذراعين والقدمين بحركة متوافقة ومنتظمة، وبالإضافة لتظبيط النفس معهم، يكون هي حركات متوافقة بين ذراعين قدمين ونفس. هي من الأنشطة رياضية فردية عالمية هي وأولمبية، أكيد كل شخص بيستخدمها حسب الفائدة اللي هو بده إياها أو حسب الهدف يلي بده إياه هو. هي رياضة تناسب كلا الجنسين سواء ذكور أو إناث، ما إلى عمر محدد، في معنى من 40 سنين للخمسين سنة، مع كل واحد بيكون أشخاص بيكونوا داخلين سباحة بهدف أنه يكونوا أبطال أولمبيين، أشخاص بس فترة الصيف نوع من الترفيه، أشخاص عم تكون علاجية لإيلون بفترات كتير طويلة، فحسب كل شخص بيكون أخذ للرياضة بنوع محدد. بس هي أكيد رياضات مائية ممتعة جدا، أكيد هي أهم شيء، وبتعتمد على حرق سعرات حرارية عالية نتيجة أنه كل الذراعين والقدمين الكتف كل شيء عندك عم يتحرك، فبيكون لها تأثيرات إيجابية على كل الجسم. صحيح، يعني إذا نحكي عن الفوائد ما بنخلص، قد إيه اليوم فوائد إيجابية كبيرة على صحتنا. طيب اليوم شو اللي بيميز هي الرياضة عن باقي أنواع الرياضات برأيك؟ هلا أكيد أول شيء يعني وأهم شيء إنه هي بتكون بالماء، مقاومة الماء كتير بتساعد الجسم على الشد، بتساعد على الحركة، بتحسيها كتير سهلة وكتير أسلس وقتها بتكون بالماء عن وقتها بتكون خارج الماء. والشيء الأساسي فيها إنه هي عم تكون علاجية، يعني كتير من الأشخاص بعد العمليات عم يخضعوا مثلا لتمارين ضمن الماء، هاي التمارين بتكون كتير آثارها إيجابية عليهم، بتكون دائما ضمن الماء. فالفوائد تبعها هي مثل ما قلتي كتير متعددة، عم تكون للأطفال بنائية، عم تكون بتقوي الجسم، بتقوي العضلات، مرونة للمفاصل، الأربطة، فكلها بيكون الآثار تبعها كتير إيجابية. وأهم شيء عم قلك بميزها إنه هي عم تكون قسم كتير كبير منها علاج، يعني مو بس إنه ترفيهي للأطفال، لا، وعم تكون الممارسة تبعها من قبل أشخاص كبار بالعمر، يعني كانت من قبل مخصصة بس للأطفال، الأطفال بس اللي يروحوا حتى خلال عمر محدد، وكانت تتخصص بس للذكور، هلأ لا، لكل الأعمار سواء صغار أو كبار. وعم بيكون بالإضافة لهالشي ممارسة بأوقات يعني متعددة، ما بقى مثلا بس فترة الصبح أو بس فترة المساء، فهي مميزاتها كمان كثيرة مثل فوائدها. تماما، ممكن بالشتوية تلاقي كثير من الأشخاص يلجأوا. صحيح. هلا مثلا مثل من فترة، نحن بالفترة الصيفية خلصت، كثير من الأهالي حابين يكون بالفترة الشتوية كمان يكون في تدريب مستمر، بس هي مثل ما قلت لك إنه حسب الأهل، إذا حابب الطفل السباحة وحابب يكون يكفي فيها يدخل بطولات، يعني هي هون بقى إجباري بده يكفي شتي، لأنه 3 شهور الصيف أبداً ما أنا كافية لحتى يكون هو شخص مستمر يكون بطل، مثل ما هلا عم نشوف غالبية الأبطال السباحة اللي عم يطلعوا، فغالبية بده يكون خلاص تمرين مستمر سواء صيف أو شتي. طيب سنابل، كرمال إحنا نسبح بشكل صحيح ونكون بعيدين اليوم عن المخاطر اللي ممكن تصير معنا اليوم بالسباحة، أكيد في قواعد وإرشادات معينة ممكن يمشوا عليها الأشخاص اليوم كرمال تصير هيدي القصة، كرمال يكون في سباحة منظمة، خبرينا أكثر هي الطرق أو هي القواعد، هل هي بتفرق اليوم من شخص لآخر؟ أكيد. الأطفال كبار كلنا العمر. هلا نحن أول شيء وأهم شيء دائما عندنا بالسباحة حصرا إنه تنبنى ثقة بين المدرب والطفل اللي عنده أو المتدرب، هي أهم شيء، يعني خلص بس انبنت الثقة بين المدرب والمتدرب فأنت خلص قسم كتير من التدريب ارتحتي منه، لأنه خلص بس يوثق فيك المتدرب بينزل معك وين ما كنتي، يعني غميق مو غميق خلص ما بقى، يعني كتير هي أهم شيء يكون في ثقة. ثاني شيء أنا دائما بقول إنه الشخص يلي بدك تتدرب عنده يكون هو شخص أهل للتدريب، يكون شخص أكاديمي، يكون عنده بيعرف كل أول شيء طرق التدريب
يكون بيعرف اسعافات اوليه، يكون بيعرف انقاذ، هي كلها كمان كثير مهمه. يعني انا دائما بتمنى من الاهالي وقت بدهم يسالوا او بدهم يروحوا يسجلوا يسالوا عن المدرب اللي بدهم يدربوا عنده. صحيح، واليوم يمكن كثير من الاطفال بتلاحظي عندهم حاله هي الخوف اليوم من المي، بالمقابل بتلاقي في اطفال ما شاء الله يعني عندهم حب المغامره، خلص بينزلوا بالمي ما عندهم اي خوف. طب شو السبب هون فرق الشخصيه بين الاطفال؟ هل ممكن الثقه من الاهالي اليوم؟ هلا احذري شو، اكيد اول شيء في فرق بين الاطفال، هي قدرات يعني فرديه دائما تكون غير، بس للاسف نحن هلا اللي عم نعاني منه انه الاهل هن لسه مشكله اكثر. صح، يعني الاهل هن اللي عم يعذبونا صاروا بالتمرين اكثر من الاطفال. انه بتيجي مثلا الام بتضل واقفه وقت بده يضل شايفه ابنه انه هي خايفه ومتوتره، هو باللاشعور رح يضل متوتر ورح يضل خايف. فيعني هي عندنا دائما مشكله، يعني حتى الاهل انا للاسف تعرضت لكثير انه لا معلش ما تقسي على ابني حتى لو ما نزل. طب انت شو الفائده اللي بدك تاخذيها اذا ابنك ما رح تقسي عليه شوي بالتمرين؟ نحن اكيد التمرين بدك تقسي وبدك تكوني انه شوي تشدي شوي ترخي، بس كمان يعني ما فيك. هلا الخوف نحن غالبيه الوقت عم نحاول نتجاوزه بموضوع انه نحول التمارين لالعاب. يعني مثلا تعا نحرك ايدنا بهي اللعبه، مثلا تعا فوق المي، او مثلا بزت له لعبه انه نزول تحت وحاول تجيبها. انا بحاول هيك انه النفس تبعه يزبط اكثر. يعني فنحن الخوف دائما بنحاول نتجاوزه بانه تماما بالالعاب. صحيح سنابل، يعني شفت في فيديو على الانستغرام بيقولوا لك في كوتشات عم بتزت الاطفال الرضع بالمي مباشره، يعني الفيديو جدا مزعج وبنفس الوقت بيعطي قوه كثير كبيره. هو ابدا ما هو مزعج تماما. طب هل هذا الشيء صحيح اليوم؟ هو فعلا ممكن يعلم الاطفال من هيدا العمر السباحه؟ هلا هن بيكون الهدف الاساسي لإلهم يتعلم الطفل انه حركات ذراعين مع قدمين ما يغرق، هي اول هدف من الاهداف. بس طبعا غير هيك نحن ورد يعني تروح تدبر ايوه فشو اسمه، هن بالاساس حتى المياه اللي بتكون مخصصه للاطفال الرضع غير مياه، يعني بيكون فيها تعقيمات غير نحن المسابح اللي موجوده. يعني بيكون لهم مسابح خاصه فيهم، لانه المي اذا ما كانت معقمه ونظيفه ممكن كثير تنقل امراض. فهن بالاساس الاطفال الرضع بيكون لهم مسابح خاصة. وهي انت خلص هلا وقت بينزت هو صغير كثير ما بقى خاص في خوف، لا بالعكس الامور بتكون كثير رواء. غير مثلا وقت بتعلميه على كبر هلا للاسف بيكون اصعب يمكن. ايه انه لا هلا حتى مثل ما قلتي انه في اولاد فورا بينطوا تمام، وفي اولاد لا. وعم اقول لك للاسف دائما الاهل هن المشكله، يعني الاهل هلا انه لا ما تزتي للولد، لا معلش ما يبكي. طب هو جاي يتعلم، يعني ممكن تقسي عليه مره عادي ما راح يصير شيء. فعم اقول لك هلا نحن للاسف المعاناه تبعنا صارت مع الاهل اكثر من الاولاد. يعني حتى في اهل انه إيه انا ما تعلمتها كيف بده يتعلمها ابني. صحيح معك حق، ممكن يعني هي القصه وداسه ممكن انه لا والاولاد بيتاثروا بكلام اهلهم، يعني انه إيه لا انا امي ما عرفت تعمل انا بدي اعمل. يعني هي كمان كثير خطا عم يكون شائع عندنا. وكمان يمكن بتلاقي لجانب الاطفال في كثير من الاشخاص اليوم بيعانوا من امراض معينه بالرقبه بالظهر بالرجلين، بيقولوا لك مالك غير السباحه. السباحه اليوم قد ايه بتساهم سنابل بشكل كثير كبير اليوم بانه هي فعلا تشفينا من كثير من الامراض؟ اكيد. هلا نحن كمان عندنا بين المتدربين عم يكونوا خاضعين لعمليات ديسك، لعمليات بالظهر، لعمليات بالقدمين. وقت عم ينزلوا على المي عم بيحسوا بالفرق. يعني انا عندي اكثر من متدرب بيقولوا لي انه حاسين نحن هلا غير قبل، حياتنا عم تختلف. نتيجه التمارين يلي بتعمليها بالمي بيكون في كثير ليونه، الحركه سهله بتكون كثير. بيقول انه انا لو برا المي ما رح تنعمل معي هيك. والشيء اللي بيساعد هو مقاومه المي، هي المقاومه يعني خفيفه وحلوه بس فائدتها كثير كبيره. فنحن حتى يعني دائما عم اقول لك امراض ديسك، امراض مختلف الامراض، حتى هلا في عندنا امراض في الداون، يعني اطفال داون انه عم ينزلوا ما احلاهم كمان. فيعني عم اقول لك هلا هن اهم شيء الواحد ينوي. هلا في كثير منهم بيخافوا انه لا بدي انزل على المي لحتى اتمرن بلكي صار شيء. هلا نحن دائما بنعطي تمرينات خفيفه، بنحاول نرفع الشده باوقات، اوقات ثانيه نخفض الشده. دائما بنقول للمتدرب بحال حسيت وجع باي تمرين من التمارين قلنا انا يا بخفف العد او اذا حسيت في وجع كثير انه خلص بلا التمرين. انا بيهمني كمان مين اذى. فهي برجع بقول لك انه الشخص يكون بيعرف عند مين مسجل، يكون عرفان انه الشخص اللي عم تتعامل انت معه انه هو حدا بيعرف بهي الامور او ما بيعرف.
فهي عم لك يعني ما بقى السباحه بس الرياضه الترفيهيه، لا صارت علاجيه يعني، وغالبيتهم هلا نتيجه العدد الطويله الظهر. تمام. بتشوفي هلا مثلا انه ما احلاهم يعني، انا كان في عندي من فتره متدربه عم تقول لي انه انا فرق كل جسمي، قالت لي انا حاسه، قالت لي انت ممكن ما تكوني حاسه بس انا حاسه كيف عم يفرق كل جسمي. اما يعني نحن حتى مثلا ما بنشتغل بالديسك مثلا، انا ما بشتغل بس على الفقرات، لا انا عم اقوي كل الجسم، بقوي القدمين، بقوي الذراعين، كل الجسم يكون قوي، وقت بيقوى كل الجسم بلا شعور الفقرات كمان رح تقوى. تمام. في كثير اطفال اليوم يمكن بعمر صغير متدربين بتلاقيهم ممكن هن عم يتدربوا بيتعرضوا للغرق، نتيجه هيدا الغرق بيقولوا لي خلص انا صار عندي فوبيا من المي، ما عاد انزل على المسبح بالمره او البحر. طيب انا اليوم كيف قادره اني رجع ثقته بحاله اكثر؟ يمكن كان بيعرف يسبح كثير ولكن نتيجه موقف معين هو غرق او تعرض لموقف، كيف ممكن اليوم نرجع هيك نحفزه على السباحه؟ هلا اول شيء لك وقت يكون في عنده ثقه بالمدرب تبعه، انت قسم كثير منه، قسم كتير كبير بترتاحي منه. تمام. هاي اول شيء. بعدين بعد ما انه انت فيك تورجي انه صور الابطال، مقاطع ابطال عالميه، انه عادي انه الواحد، انا كتير مهم عزز له فكره انه مثل ما انت بدك تفوز كمان ممكن تخسر، فانت اعتبر الغرق تبعك كانت فتره انه انت خسرت يعني عادي، انه انا احسس انه الموضوع كتير عادي، في كتير اطفال انه ممكن ينزلوا ويطلعوا عادي، صير انزل معه بالتمرين. رد الثقة ابني له اياها من اول وجديد، انه ليك انت عم تقطع هاي المسافة بهذا الوقت، طبعا اكيد بمساعدة الاهل، لانه انت مثلا عم تكوني معه فترة ساعة ونص ساعتين بس، الاهل هنا يعني في كتير للاسف الاهل بصيروا بتنمروا اولاده. تمام. طبعا انه ما بتعرف ما رح يطلع معك شيء، اي ما رح يطلع معك شيء، يعني انه هذا كمان كتير غلط، انه ما بيصير، يعني انت كمان لازم ساهموا بالتشجيع، يعني عم اقول لك الاهل قسم منهم انه لا لا تقربي على الولد، قسم ثاني انه خلص لا ما رح يطلع معه شيء، لا ما رح يطلع معه شيء. تماما. هي كمان يعني حتى الولد بياخذ الثقه من اهله انه انت شوي شوي ثقه. بس شو الافضل اليوم برايك، التدريب الفردي اليوم للاطفال ام التدريب الجماعي؟ اي ممكن برايك يعطينا نتائج ايجابيه افضل؟ هلا ما فينا نحن نقول هيك لانه في اختلاف بالقدرات. تمام. الفرديه، يعني في اشخاص هن طبعا ما بيحبوا يتدربوا غير لحالهم، وبنفس الوقت في اشخاص لا هن بيحبوا يتدربوا مع جماعه يكون في روح المنافسه بيناتهم، يعني هي بقى بتختلف حسب من فرد لفرد، يعني في اولاد انه لا ما بيقبلوا ابدا انه لا نحن بدنا نلعب مع رفقاتنا، يعني بياخذوها فتره لعب انه لا خلص انا بدي ضل عم بلعب مع رفقاتي، وفي اشخاص ثانيين بيقولوا لك لا انا ما بحب. طبعا هذا غلط، انا بشوف انه كثير مهم يصير في تواصل بين الطفل والافراد يلي معه، فمثلا الاهالي للاسف اللي انه تبع انه لا ما بدي ابني يختلط بحدا، هي بتعمل مشاكل عند الطفل حتى مع التقدم بالعمر، هذا انه مثلا خاص انت خليه يحتك بالعالم، يكون في تواصل بينه يلعبوا سوا. هلا للاسف عم اقول لك في كثير اهالي انه لا خلص انا ابني لحاله، انه عادي يعني مثلا فتره التمرين تمام اوكي انه كان لحاله، بس فتره اللعب خليه يلعب هو ورفقاته، يعني ما رح يستمتع باللعب اذا ما كان هو ورفقاته. تمام. طيب اليوم كثير بيقولوا لك انه هي الرياضه بتساهم بشكل كثير كبير بانقاص الوزن، بتخليك تعطيكي جسم صحي ومثالي، خبرينا صحه هي المعلومه. اكيد هلا اي رياضه انت بتمارسيها بشكل مستمر بيكون فيها حرق سعرات حراريه، وبالاخص السباحه، السباحه عم تكون ضمن المي انت ما بتحسي بالوقت، يعني قد ما مارستي رياضه فيها ما بتحسي بالوقت، فانت مجرد ما عم تحركي ذراعين قدمين مع بحركة ضابطة مع النفس بيكون في حرق كتير سعرات حرارية، يعني على الأقل خلال 30 دقيقة على الأقل بتكوني عم تحرقي 200-250 سعرة حرارية. طبعا بالإضافة لهالشيء انت بيكون في عندك تمرينات قبل ما تنزلي على المي، تمرينات بالمسبح، تمرينات بس يخلص، فهذا كله بيعمل حرق للسعرات الحرارية بشكل كتير كبير، وهالشيء بيؤدي أكيد لشد الجسم، المحافظة على وزن مثالي، لتخلص من الطاقات والضغوط، الطاقات السلبية طبعا أكيد بتعزز الطاقة الإيجابية، المي بتروح لك كل الطاقة السلبية، يعني عن جد قد ما كنتي متضايقة قد ما كنتي حاسة بكتير مشاكل بتنزلي الشيء وبتطلعي الشيء تاني تماما، فلهيك هي حتى بيكون يعني مو بس إنقاص وزن بقى، هي الثقة اللي بتاخدها أو بياخدها أي شخص خلال التمرين بتساعده نفسيا وبتساعده جسديا، فهي يعني شد الجسم بيقولوا لك اصلا اذا بدك تشدي جسمك بطريقه صح ومع مقاومه بدون اوزان بدون شيء
مقاومة الجسم بالمي، هي خلص هي المقاومة اللي بتعطيك إياها المي هي الأساس. أكيد يعني نصائح كتير مهمة قدمتيها اليوم، كنتي معنا مدربة السباحة سنابل سلمان، شكرا لك ولوجودك الحلو معنا لليوم، نورتينا.